السلام عليكم واهلا بيكم وحلقه جديده ويوم جديد ومزرعتك في بيتك. والنهارده عندنا يوم مهم جدا في عمر دوره التسمين بتاعتنا وهو استقبال الكتكوت. طيب قبل ما نبدا الحلقه انزلوا حالا في الكومنت صلوا على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ما تنسوش كمان تشيروا الفيديو وتحطوا لايكات كتير يا جماعه علشان تشجعونا ان احنا نستمر معاكم كل يوم ننزل لكم حلقه جديده بتفصيله ومعلومه مهمه جدا في دوره التسمين بتاعتكم. طيب مبدئيا كده يا اخواتنا اللي ما تابعوش معانا الحلقه اللي نزلت النهارده، اليوم الاول في عمر دوره التسمين بتاعتنا دي يا جماعه زي ما حضراتكم شايفين عندنا هنا اول يوم استقبال للكتكوت. الكتكوت اللي حضراتكم شايفينه ده عمره دلوقتي حوالي 9 ساعات بالظبط. طيب نوع الكتكوت اللي احنا مستلمينه النهارده وشغالين عليه ومنزلينه النهارده، احنا اشتغلنا الدوره دي على 3 انواع من الكتاكيت يا جماعه علشان اخواتنا اللي بيقولوا ما ينفعش ان احنا نشتغل ابيض والوان، لا ينفع يا جماعه ان انتوا تشتغلوا ابيض والوان ومعانا ما فيش اي مستحيل خالص باذن الله. طيب نوع الكتاكيت اللي انت شغاله بها دي ايه يا سمر، وافضل نوع بيشتغل فيه الصيف؟ هقول لكم على كل التفاصيل النهارده، ولكن مبدئيا كده تعالوا بس من قريب نمسك كده اي كتكوت ونشوف التحويل بتاعه هيبقى عامل ازاي. اهو النهارده يا جماعه قلت لحضراتكم بقاله 9 ساعات الكتكوت ده، عمره 9 ساعات اهو. الكتكوت يا جماعه عمره بالظبط 9 ساعات دلوقتي اهو، شايفين تحويل الكتكوت ما شاء الله، يعني حاجه كده يعني بصوا ما شاء الله الكتكوت اصلا بيتكلم عن نفسه. الكتكوت ده يا جماعه هقول لكم على نوعه، هقول لكم كمان على انواع الكتاكيت اللي احنا مستلمينها دي برضو او منزلينها، طبعا الكتاكيت دي من عندنا يا جماعه. هقول لكم برضو على انواع الكتاكيت اللي احنا شغالين بيها النهارده غير الابيض يا جماعه. احنا معانا الجميزه اللحمه اهو ما شاء الله، حاجه كده كتكوت يعني ما شاء الله. عندنا برضو الابيض اللي احنا شغالين بيه الدوره دي يا جماعه، وافضل كتكوت تشتغلوا بيه في الصيف ولا الرص ولا القب. طيب افضل كتكوت ايه يا سمر؟ الكتكوت اللي احنا شغالين بيه ده يا جماعه كتكوت اسمه ايفيان. طب الايفيان ده يعني اول مره نسمع عنه، لان لما نزلت الحلقه اللي انا نزلتها امبارح لقيت ناس بتقول الايفيان ده احنا مش بنشتغل بيه او ما نعرفوش او الكلام ده كله. بصوا يا جماعه الكتكوت الايفيان زي ما حضراتكم شايفين، بصوا على الكتكوت كده ما شاء الله تحويله بيبان على الكتكوت من اول ساعه. قلت لحضراتكم الكتاكيت دي عمرها 9 ساعات دلوقتي، عفوا 9 ساعات ما شاء الله. شايفين الكتكوت حاجه كده يا جماعه، حاجه ما شاء الله. بصوا شايفين التحويل بتاع الكتكوت، بصوا الكتكوت اكل وشرب والدنيا معاه تمام، ما عندوش اي مشكله. الكتكوت ده كمان بيبقى فيه نقطة سوداء اهو زيه زي القب، ولكن يا جماعة ده مش كتكوت قب، ده كتكوت اسمه ايفيان اهو، بيبقى فيه النقطة السوداء اللي حضراتكم شايفينها دي زيه زي القب. فالناس او البياعين بيبيعوه على ان هو قب، وحضرتك بتستلمه على ان هو قب وبتشتغل به الدورة على ان هو قب، ولكن الكتكوت ده يا جماعة اسمه ايفيان. معدل الكتكوت 43 جرام، احنا منزلينه 43 جرام وبنسلمه للعميل كمان 43 جرام، وبيوصل ل 44 جرام و 45 جرام كمان ما شاء الله، حاجه هايله جدا جدا. بصوا هحاول اقرب لكم الكتكوت، فيه النقطه السوداء اهو ما شاء الله، التحويل بتاعه ممتاز يا جماعه. شايفين حجم الكتكوت في اليوم الاول يا جماعه ما شاء الله، شايفين بصراحه يعني حاجه ما حصلتش لما يبقى عند حضرتك كتكوت بالنشاط والطاقه والمنظر ده عمره 9 ساعات، يعني حاجة ممتازة جدا يا جماعة. شايفين التحويل باين على الكتكوت بالمنظر ده ازاي؟ طيب شايفين؟ ما شاء الله حاجة ممتازة جدا، يعني الكتكوت أكل وشرب والدنيا معاه تمام، ما عندوش أي مشكلة خالص. أولا الكتكوت ده من مميزاته إن هو بيتحمل درجات الحرارة، يعني الكتكوت الإيفيان ده تشتغل بيه حضرتك في الصيف وحاطط رجل على رجل، تمام كده؟ الناس اللي بتخاف من استخدام أو إن هي تشتغل بيه القب، الايفيان بديل للقب يا جماعه، كتكوت عالي جدا، الجوده بتاعته عاليه جدا، كتكوت بيتحمل درجات الحراره يعني ممتاز في الصيف. كمان المناعه بتاعته قويه جدا، لو لا قدر الله لا قدر الله جه عندك اي حاجه في دوره التسمين بتاعتك واضطريت ان انت تحط ادويه، استجابته للادويه عاليه جدا ما شاء الله، كتكوت 10 على 10. طيب الكتكوت الاسمر ده يا سمر؟ الكتكوت الاسمر ده يا جماعه اللي هو الجميزه اللحمه ما شاء الله اهو، معانا كمان اللي هو الفيومي الرزي برضو اهو، ده الديوك منه، اللون ده بيبقى ديوك يا جماعه، اللي هو الفيومي الرزي، ده مش الفيومي البلدي، ده فيومي رز يا جماعه رزي، وده اللي هو الديوك بتاعته. البرابر هوريها لكم اهي، بيبقى لونها
بالمنظر ده، بتبقى لونها بني كده يا جماعه، دي البرابر. تمام كده. طيب يبقى احنا هنا الدوره دي هنشتغل على ثلاث انواع مع بعض. طيب ممكن نحط معاهم بلدي كمان؟ اه عادي جدا يا جماعه نحط معاهم بلدي، مفيش اي مشكله خالص، طالما حضرتك او حضرتك بتستلم الكتكوت عمر يوم وبتحضنهم في نفس المكان وبنفس الاستقبال وبنفس كل حاجه، الدنيا هتشتغل معاك تمام، مفيش اي مشكله خالص. طيب اول 8 ساعات اشتغلنا باللي هو محلول معالجه الجفاف بتاع الاطفال، ونزلت حلقه بالفيديو كامل بنستقبل الكتكوت عليه لمدة من 6 ساعات ل 8 ساعات، بعد كده بنشيل المية او بنرفعها. بعد كده هقول لكم هنحط ايه في المية دي، ودي حاجة مهمة جدا لازم نستخدمها في دورة التسمين بتاعتنا، وهي المضادات الحيوية يا جماعة. طيب الناس بقى اللي بتقول احنا مش بنستخدم مضادات حيوية، احنا بنستخدم اعشاب مش عارف ايه الكلام ده، يا جماعة نشتغل بيه لما يكون عندنا مثلا 20 كتكوت او حاجه زي كده، لكن هنشتغل مشروع وهنشتغل تسمين صح، يبقى حضرتك لازم تنزل اللي هو المضاد الحيوي التنفسي والمعوي الاثنين مع بعض. طيب حاجه كمان هنتكلم عليها يا جماعه، وهي التهويه. التهويه بتبدا من اليوم الثاني، يعني النهارده اول يوم احنا يعني سايبين فتحه بسيطه كده في الشباك، من بكره ان شاء الله هنبدا نفتح الباب كمان، لان طبعا الدنيا حر جدا. المكان ده تقريبا حوالي نقول مثلا متر ونص في متر، حاطين فيهم 100 كتكوت، 50 ابيض او تقريبا حوالي 60 ابيض، والباقي الوان يا جماعه زي ما حضراتكم شايفين كده، اللي هو الجميزه والفيومي والابيض. الكتاكيت اللي قدام حضراتكم دي 100 كتكوت يا جماعه في المكان ده. طيب اليوم الاولاني من عمر الكتاكيت يا جماعه بنحسبه، في ناس مش بتحسب اليوم الاولاني، ولكن احنا عن نفسنا بنحسب اليوم الاول من عمر دوره التسمين بتاعتنا عادي جدا، من ساعه لما بننزله بنحسب اليوم الاول ده اول يوم استقبال. في ناس مش بتحسبه، براحتك. استقبلنا الكتكوت على محلول الجفاف، حطينا العلف زي ما حضراتكم شايفين، الكتكوت اكل وشارب والدنيا معاه تمام خالص، مفيش اي مشكله. هنبدا بقى نحط المضاد الحيوي اللي هو الكوليستين والتيلوزين. طيب يا سمر هنحطهم الاثنين مع بعض ولا هنحط 12 ساعه و12 ساعه؟ براحتكم يا جماعه زي ما انتم عاوزين، انا هكلمكم هنا على الطريقه اللي احنا بنشتغل بيها، وانا بشوف ان دي طريقه صحيحه لان جربناها سنين طويله. طيب هنجيب جرام من التيلوزين وجرام زيه من الكوليستين، وهنحط الاثنين على اللتر الميه يا جماعه، هنحطهم 12 ساعه. طيب ال 12 ساعه الثانيه ممكن نعمل ايه؟ عادي جدا ممكن نحط ميه بيضة عادية جدا من الحنفية، وممكن نحط فيتامينات واملاح وكالسيوم والكلام ده كله عادي جدا مفيش اي مشكلة. طيب هنحط قد ايه؟ هنحط 3 ايام. طيب المضاد الحيوي مهم؟ اه يا جماعة مهم، علشان كل شوية ما تلاقوش عندكم ظاهر حاجة وتلاقوا عندكم ظاهر مشكلة في التسمين بتاعكم وما يديش اوزان وترجعوا تزعلوا، انتوا مش بيطلع عندكم اوزان، مش بيطلع اوزان يا جماعة لان انتوا مش بتشتغلوا بطريقة صحيحة. انا بيجي لي اسئلة صعبة جدا، اخواتنا بيقولوا احنا بنجيب بالميت كتكوت وما بيصفاش عندنا في نهاية الدورة على 20 كتكوت، على العمر ال 20 يوم مثلا او ال 15 يوم بيكون تقريبا عندنا نص الكمية اللي احنا جايبينها نافق، فطبعا ده بيكون يا اما عيب كتكوت حضرتك استلمته، يا اما عيب علف، وما اعتقدش ان هو بيكون عيب علف لان عيوب العلف مش بتظهر في الاعمار الصغيره، يا اما عيب من حضرتك ومن طريقه شغلك ومن طريقه استقبالك ومن طريقه ظبطك للحراره والتهويه والفرشه والكلام ده كله. حضرتك كمربي عليك عامل كبير جدا في نجاح دوره التسمين بتاعتك. التسمين يا جماعه مش حاجه صعبه، وفي نفس الوقت مش حاجه اللي هي يعني لو ما ظبطتش معاك بصراحه هزعلك في نهايه الدوره، ولكن التسمين لو ظبط مع حضرتك يعني ما شاء الله بجد يعني. طيب هدفي من القناه يا جماعه ان حضراتكم تشتغلوا، لو عندكم مكان صغير وعندكم كتكوت كويس وحضرتك بتقدر تشتغل وتقدر تربي كتكوت وتطلع ربح كويس في نهايه الدوره، ليه ما تستغلش المكان اللي عند حضرتك وتبدا تعمله كمشروع، تبدا بيه صغير وبتكبر واحده واحده والدنيا بتمشي معاك وانت في بيتك. الكلام ده كمان لاخواتنا اللي هم الستات او البنات، ممكن حضرتك تدخلي دخل شهري او دخل ثابت من التسمين يا جماعة. معانا اخواتنا يعني بصراحة عندي كده يعني متابعين حاجة تفرح، انا مبسوطة بهم جدا، يعني بدأوا بحاجات صغيرة وبدأوا معانا وتابعنا معاهم. على فكرة يا جماعة المتابعة عندي مجانا، اي حد بيكلمني في اي وقت بالليل بالنهار على الواتساب، مكالمة بالتليفون، ارقامي موجودة،
وبرد على كل واحد او كل واحده بترن علينا بتحتاج مننا اي معلومه. والله مش بنبخل على اي حد يا جماعه، وده هدف القناه اصلا. علشان كده بقول لحضراتكم شيروا الحلقات وكمان حطوا لايكات كتير علشان غيرنا كتير يستفيد ويبقى كل واحد عنده دخل من بيته. طيب خلاص كده حطينا التايلوزين والكوليستين، هنحطهم 3 ايام وان شاء الله هرجع لكم بكره بحلقه مهمه جدا جدا. هنبدا نحط على العلف حاجه من تاني يوم باذن الله، اللي هو بكره هنحط حاجه على العلف هتحسن الهضم عند الكتكوت، هتحسن التحويل، هتظبط الامعاء بتاعه الكتكوت من اول يوم استقبال يا جماعه، اللي هو هيبقى اول يوم تحضين. خلاص كده اليوم الاول ده بنسميه استقبال، اليوم الثاني اول يوم في التحضين. خلاص كده. طيب دي كانت الحلقة النهاردة، بجد من قلبي اتمنى ان انتوا تتابعونا علشان تتعلموا التسمين صح. باذن الله هبدأ معاكم زي ما حضراتكم شايفين كده، من بكرة هنبدأ الحلقات مظبوطة وهوريكم التهوية وهوريكم كل حاجة على الطبيعة بدون اي امكانيات يا جماعة وبدون اي حاجة غالية. حضرتك لو عندك فلوس تجيب كتكوت وتقدر تشتغل تسمين، صدقني ان شاء الله هتطلعوا دورات تسمين حلوة جدا وهتطلعوا ارباح من بيوتكم يا جماعة، وانتوا كده كده قاعدين، فليه ما نستغلش وقتنا ونقدر ان احنا نزود يعني من دخلنا او نحسن من دخلنا. الايام صعبة، كل واحد يقدر يعمل حاجة يا جماعة يعملها، اتوكلوا على الله واشتغلوا تسمين. لاني لسه جاي لي حالا سؤال من اختنا متابعه بتقول انا عاوزه ادخل المشروع وخايفه والكلام ده كله. طبعا انا قلت لها على يعني قلت لها اشتغلي وانا معاكي والكلام ده كله، والكلام برده يا جماعه بقوله ليكم، اي حد عاوز يشتغل في التسمين وعاوز يكلمني لو كل دقيقه انا تحت امر اي حد فيكم باذن الله، ما بنبخلش على اي حد بالنصيحه والمتابعه تاني مجانا. دي كانت الحلقه النهارده، شكرا لكل اخواتنا المتابعين من مصر ومن الدول العربيه، بشكركم جدا، شكرا جدا على الثقه الغاليه، شكرا جدا جدا على تعليقاتكم، بحبكم جدا في الله. اشتغلوا ما توقفوا الشغل، التسمين حلو جدا اشتغلوا. واللي لسه مش متابعنا او مش عامل اشتراك في القناه يا جماعه بجد هيفوتوا كتير، اشتغلوا ربنا يكرم الجميع، واستنونا في حلقه جديده، اشوفكم تاني بالف صحه وخير.